بسم الله الرحمن الرحيم. الثروة السمكية في مصر تحتل مصر فعلا مكانة متقدمة في المنطقة العربية في مجال الاستزراع السمكي وأيضا في المنطقة الإفريقية، لأن هي فعلا الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط. مصر العاشرة عالميا بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، وده وفقا لتقارير دولية متخصصة. مصر بتمتلك عدد من البحيرات العملاقة، وفي حال استغلالها يمكن الوصول بالإنتاج السمكي الكلي إلى 2.3 مليون طن، وده ممكن يتحقق خلال سنوات قليلة. ده بيضمن لنا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك. في نفس الوقت هو بيوفر فرص عمل لكتير من شبابنا، وبيرفع مستوى المعيشة في المناطق المحيطة بالبحيرات. هو بيوفر في نفس الوقت العملة الصعبة اللي احنا بنستورد بيها أسماك، ونقدر ان احنا نوفر او ان احنا نحقق فائض تصديري نقدر ان احنا نصدره، وده هيكون دعم مباشر للاقتصاد القومي. هيئة تنمية الثروة السمكية بتقوم بدور مهم جدا، لان هي بتقوم بالعملية التنظيمية من خلال خطة التطوير. وفي خطة للتطوير تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من المشروعات. المشروعات دي الهدف منها النهوض بالبحيرات الشمالية والتوسع في المشروعات السمكية ورفع كفائتها. مش رفع الكفاءة فقط، ولكن تعظيم الإنتاجية. ولازم يكون في تحسين لمستوى العاملين بمهنة الصيد، لأن ده هيساهم في تقليص الفجوة والنقص في البروتين الحيواني، لأن الأسماك وبالذات سمكة البلطي هي بروتين المواطن المصري البسيط. في الحقيقة بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في نشر ثقافة الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات، وده في المناطق الصحراوية أو في الأراضي الصحراوية بصورة أكبر. ليه؟ لتدوير المياه، لاستغلال المياه الاستغلال الأمثل. احنا عارفين ان في الصحراء المياه تعتبر فعلا ثروة حقيقية، لان التكامل ليه مزايا عديدة. ان انا بقدر اوفر في كميات المياه، لان الاسماك لا تستهلك المياه ولكنها تتعايش داخل المياه، تعيش داخل المياه. في نفس الوقت استخدام المياه الناتجة من الاحواض هيكون مغذي ومخصب للأراضي الزراعية. بتواصل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذ مشروعات تطوير وتطهير البحيرات لإعادتها لسابق عهدها، وإن هي ترفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير وإنشاء قنوات تقدر من خلالها تتحكم في كميات المياه الواردة للبحيرات ومعدل تنقية هذه المياه بإنشاء محطات للتنقية. ده بالجانب إلى تطوير الاستزراع السمكي. إيه هي معايير جودة المزارع السمكية؟ إزاي يقدر المواطن يطمن وهو بيتناول وبيتداول الأسماك إن دي صالحة للاستهلاك؟ وخصوصاً إذا كنا دائماً بنجد اتهامات مبالغ فيها في أحيان كثيرة. المنشآت وتطويرها عليها دور كبير جداً، وزي ما بقول ده مش للتصدير فقط ولكن للإنتاج المحلي. التوسع في مشروعات الانتاج السمكي مهم جدا، لان احنا لو جينا نتكلم عنه هنلاقي ان احنا عندنا تسجيل لعشرين منشأة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي، بما فيهم مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الاسماك، ودي بتحتل يعني اهمية كبيرة جدا في مجال الاستزراع السمكي. بركة غليون اتكلمنا عنها كتير، لكن عاوز انوه واقول ان بركة غليون هي مشروع تنموي خدمي توعوي، وفي نفس الوقت هو يهدف إلى السلام المجتمعي. أنت بتتكلم على منطقة كانت مصدر للهجرة الشرعية الغير شرعية، من هذا المكان كان بيهاجر بعض الشباب بصورة غير شرعية، ودي كان فيها مخاطرة وفيها خسارة كبيرة لأبنائنا. في نفس الوقت طبيعة المنطقة وأرضها لا تصلح للزراعة، لا تصلح للبناء، وفي نفس الوقت إحنا ما كناش بنقدر نستفيد منه. بركة غليون اعادت احياء هذه المنطقة استفادة اقتصادية قوية جدا. في الحقيقة مصر بتحتل مرتبة متقدمة في انتاج سمك البلطي بين دول حوض البحر المتوسط
بحوالي 1,300,000 طن سنويا، وده رقم يعتبر ضخم. من المتوقع زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ليصل الإنتاج إلى 2 مليون طن. وفي نفس الوقت بتستهدف استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال 10 سنوات القادمة. بصراحة من خلال الجهود اللي أنا شايفها إحنا ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي في أقل من ذلك، نقدر إن إحنا نوفر فعلا فائض للتصدير، لأن الخطوات النهاردة والجهود من الدولة ومن القطاع الخاص ومن المستثمرين التوسع في الاستزراع السمكي، ومش بس كده، استخدام النظم الحديثة والتكنولوجيات الحديثة، التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هي البديل لها كبروتين حيوان رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى. بنتكلم على الاستزراع السمكي وعلى الثروة السمكية في مصر، وإحنا عنينا على المواطن المصري. عدة محاور سريعة هجمعها لحضراتكم النهاردة وانت في الأسواق، أمامك بدائل واختيارات بالنسبة للبروتين المتاح: لحوم حمراء، دواجن، أسماك. مقارنة الأسماك هي الأقل سعرا. في نفس الوقت انت بتتكلم على تنمية وإتاحة فرص عمل للشباب داخل القرى والمحافظات المختلفة. الاستزراع السمكي بكل سهولة، هناك بعض الأماكن يمكن فعلا التوسع في إنشاء المزارع السمكية. عوامل الأمان وضوابط الإنتاج داخل المزارع السمكية نقدر نتحكم فيها بكل سهولة، بتتوقف على جودة المياه، التغذية السليمة، المعاملات داخل الأحواض، الأيدي المدربة. ملف الاستزراع السمكي من الملفات المهمة جدا، وهيئة تنمية الثروة السمكية عليها عامل كبير. في نفس الوقت مصر تمتلك أدواتها من العلماء ومن أبنائها المخلصين، من مواردها الطبيعية اللي احنا نقدر نسخرها ونستخدمها في التوسع في الاستزراع السمكي. برحب بحضراتكم في برنامج الثروة الحيوانية. تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومية، وتنتظر مصر مستقبلاً واعداً في مجال الاستزراع السمكي في ظل توجه الدولة نحو عمل مشروعات عملاقة للاستزراع السمكي. وهناك مجموعة من المعاملات التي يجب الأخذ بها عند البدء في الاستزراع السمكي، لعل أهمها عند اختيار موقع الأقفاص، فيجب أن تكون سرعة تيار الماء مناسبة لتسمح بتغير المياه داخل القفص والتخلص من المواد العضوية غير المرغوبة في القفص، مع الحفاظ على معدل تركيز الأكسجين الذائب في المياه بحيث يكون كافيا لنمو الأسماك. وتعد درجة حرارة المياه من العوامل الهامة التي تؤثر في اختيار موقع الأقفاص وفي نوع الأسماك المراد تربيتها، ويفضل أن تكون المسافة بين قاع القفص وقاع المجرى المائي لا تقل عن متر أو أكثر للسماح بتيار الماء بحمل المخلفات العضوية وعدم تراكمها تحت الأقفاص. كما يفضل أن يكون قاع المجرى المائي رملي أو من الطمي ولا يحتوي على مادة عضوية بتركيز عال. تعتمد الأسماك في الأقفاص على العليقة الصناعية، والشكل المثالي لها أن تكون في صورة حبيبات يتناسب حجمها مع وزن الأسماك المربى لتقليل الفاقد منها، ويكون لها القدرة على التماسك والطفو. ويجب أن تحتوي بالنسبة لأسماك البلطي على 25% بروتين، وعلى نسبة أعلى من البروتين لا تقل عن 40-50% لأسماك الدنيس والقاروس، وتقسم العليقة المقررة على عدة مرات في اليوم الواحد، وتحتسب كمية العليقة على أساس 3-5% من الوزن الكلي للأسماك، والذي يمكن معرفته بأخذ عينة من القفص ووزنها كل 2 أو 3. ومن المهم المتابعة الجيدة للأحواض خاصة في الصباح الباكر، وأخذ قياسات لجودة المياه ودرجة الحرارة وتركيز الأكسجين والأمونيا والهيدروجين، مع قياس شفافية المياه بحيث لا تقل عن عمق 20 سنتيمتر، كدليل على التنمية الهائمة النباتية والحيوانية
مع خصوبة جيدة للأحواض، ويمكن فتح مياه الري عند انخفاض قراءة شفافية المياه على عمق 15 سنتيمتر، وفي نهاية دورة الاستزراع تمنع التغذية لمدة يومين قبل صيد الأسماك للمحافظة على صفات جودة لحم الأسماك، ويوضع السمك بعد الصيد في مياه نظيفة مع التهوية بالأكسجين عند تسويقه حياً. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى في برنامج الثروة الحيوانية. أولى حلقاتنا اليوم عايزين نتكلم على ملف مهم جدا، هو بروتين الغلابة، السمك، وخصوصا سمكة البلطي. معظم إنتاجنا من أسماك البلطي هو بينتج عن الاستزراع. في مفهوم خاطئ عند بعض الناس وشائع بيقول لك سمكة البلطي النيلي، هي ما بقتش سمكة البلطي النيلي، هي بقت سمكة مزارع. على فكرة هي اسمها سمك البلطي النيلي، ده المسمى، مش معناه ان هي احنا بنصطادها من نهر النيل. طيب المزارع السمكية، على اي اساس احنا نقدر ننجح داخل المزارع السمكية ونوفر الانتاج او نوصل للهدف اللي احنا من اجله بنستزرع اسماك؟ لان النهاردة وانا بشتغل في الاستزراع السمكي عندي معادلة مهمة جدا، قيمة الارض، انا بستهلك او بستخدم مياه، عندي تكاليف عمالة وتشغيل، عندي تغذية، كل ده في النهاية منظومة اقتصادية محتاج ان انا احقق من خلالها هامش ربح. يبقى انا لازم اشتغل على اسس علمية وسليمة، ما هواش مجرد انشاء احواض اذا كانت اسمنتية او ترابية وان انا بزرع فيها اسماك. في النهاية مش هعرف اكسب، وفي النهاية المنتج بتاعي هيبقى متهم ان هو سيء. النهاردة احنا الهدف من ان احنا نتكلم عن الاستزراع السمكي، ازاي نستزرع اسماك بكمية وفيرة وبجودة لا تقبل النقاش، وفي نفس الوقت استخدم الموارد المتاحة. انا بيشرفني وجود الدكتور احمد سني الدين مدير المزارع السمكية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، منورنا فندم. شرفنا بيكم استاذ المشاهدين. دور هيئة تنمية الثروة السمكية في المزارع، هل هو دور اشرافي؟ احنا عندنا مزارع تابعة للهيئة، عددها قد ايه؟ اشهر المحافظات اللي فيها مزارع سمكية تتبع للهيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في هيئة الثروة السمكية عندنا ثلاث مزارع الهيئة بتديرهم. طيب ده بخلاف المزارع اللي الهيئة ليها ولاية عليها، بتم التأجير من خلال هيئة الثروة السمكية. الثلاث مزارع بتوعنا موجودين في كفر الشيخ وفي محافظة البحيرة، محافظة كفر الشيخ، محافظة البحيرة، ومحافظة الدقهلية. كفر الشيخ فيها مزرعة اسمها مزرعة الزاوية. الزاوية انا سجلت فيها، انتاجها ممتاز، والاحواض بتاعتها كمان فيها ميزه التركيب المحصولي. تتنوع في التركيب المحصولي. احنا نتبع عندنا في الهيئه نظام الاستزراع المتعدد. ايوه بنزرع اكتر من صنف، وده متبع تقريبا في اكتر من 99% من مزارع مصر. احنا بنزرع البلطي محمل عليه صنفين من العائله البوريه، احيانا بنحط معاه القراميط، واحيانا بنحط معاه صنف او اتنين من المبروك العادي والمبروك الفضي، او احيانا بنحط مبروك حشاش. احنا النهارده بنتكلم في ان الهيئه لما الدوله في اخر السبعينات قامت وعملت مزرعه الاولى من نوعها في مصر كلها، يمكن في الشرق الاوسط كله، كانت مزرعه الزاويه. من هذه المزرعه طلع منها كوادر عاليه، وصلنا النهارده القطاع زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه بتاع حضرتك ان احنا النهارده 70% من البلطي النيلي اللي من انتاج المزارع بلطي نيلي. احنا النهارده بنتكلم في 1.4 مليون طن من المزارع السمكيه، واقل من 350 360 الف طن تقريبا من المصايد الطبيعيه. احنا النهارده اهتمام الهيئه بتولي اهتمام وزاره الزراعه
بالكامل الممثله بتمثلها هيئه الثروه السمكيه، ان احنا بنحاول ان احنا نساعد في الحفاظ على هذا المستوى بل بزيادته، لان في زياده سكانيه بتحصل. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ده اكل الغلاب. فاحنا النهارده بنتواصل مع مزارعين. حضرتك الاول قلت لي في ثلاث مزارع الهيئه بتديرهم. تمام يا فندم. وفي مزارع ليها ولايه عليها بتؤجرهم. بعد تأجير هذه المزارع هل هناك اشراف فني ولا بيبقى بتأجرها وانت ليك شروطك ومواصفاتك في المستأجر وبالتالي خلاص انت بالظبط. يعني احنا المستأجر بيبقى بيتقدم لينا، احنا بنعمل له كل 5 سنين او 3 سنين في بعض المزارع بنعمل له اعادة تجديد للإيجار بتاعه، فبننزل نعمل معاينة في المزرعة نشوف هل هو المستوى بيتحسن ولا ما بيتحسنش، وده من شروط ان انا استمر في التعاقد معاه. لما هو بيحصل له مشكله وبيجي لنا في اثناء بقى الفتره اللي انا منقطع عنه فيها 3 سنين دول احنا بنروح له. وبنساعده في على قد ما بنقدر. احنا النهارده الكلام ده احنا بنتكلم مثلا من نص الثمانينات والناس دي بتأجر من هيئه الثروه السمكيه، فاصبح في خبرات عاليه قوي. لكن مع الخبره العاليه ومع زياده الانتاجيه ومع تدهور حاله الميه احيانا مع التغيرات المناخيه اللي بتحصل وحاصله في مصر دلوقتي بتسبب حاله نفوق في الصيف وفي الشتاء في المزارع، احنا بنتواصل مع المزارعين في هذا المجال مش لوحدنا. بينزل معانا مع بعثه الحيوان، بينزل معانا الجماعه بتوع الخيانه البيطريه، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نساعد المزارع على قد ما نقدر على ان هو يعدي الكبوات اللي بيتعرض لها. احنا عارفين ان احنا عندنا بعض المحافظات بتشتهر بالتوسع في الاستزراع السمكي منها محافظة كفر الشيخ. تمام. مثلا دوركم في الرقابة على المزارع اللي موجودة، دور الهيئة زي ما قلت لحضرتك هو معظم هذه المزارع بتبقى في الاول متأجرة مننا وبعدين حصل التوسع اللي حضرتك قلت عليه، لكن وجودنا احنا في وسط المزارع اللي متأجرة من عندنا بيخلينا نحتك بالناس اللي مش مؤجرين مننا، وبالتالي هو لما بيقعد مع جاره مأجر من عندي، حد من الفريق الفني بتاعنا نزل فبيبلغه بيقول له ده في ناس في الهيئه كويسين، لا ده احنا ممكن ندلك على حاجه، لا. فاصبح ان احنا لينا تواصل مع كافه المزارعين اللي موجودين في مصر. زي ما قلت لحضرتك هم فنيا شطار قوي، لكن بيبقى في غلطات لما بيتعبوا بيبداوا يعملوا اتصال. طيب ايه هي الاخطاء؟ ما هو اصل الهدف من النقاش ده ان انا اتجنب حدوث الاخطاء. تمام. النهارده انا عندي موسم صيفي وموسم شتوي، على اي اساس جوده المياه؟ على اي اساس التغذيه؟ في ناس ما تعرفش يعني ايه تسميد، ان انا بسمد الاحواض الترابيه. تمام. فيا ريت نشرح علشان في معلومه بيتم تداولها خطا، يقول لك اصل المزارع دي بتاكل مخلفات دواجن. لا ده كلام مش حق. ونبتدي نروج ونتكرر ونخطئ في حق اقتصادنا وفي حق بلدنا، لان انت النهارده بتروج صوره خاطئه بدون معلومه واضحه. فيا ريت حضرتك تشرح بدايه تاسيس الحوض وايه التسميد. احنا النهارده اولا قبل ما ندخل من باب المزرعه، القائم على العمل في المزرعه السمكيه لازم يبقى فاهم ان وظيفته الرئيسيه انه يعمل اتزان في البيئه اللي بيعيش فيها الكائن بتاعه. تمام. هو بيزرع سمك، هو مش شايفه بعينيه، هو بيشوف سطح الميه بس. كل ما يجب عليه ان هو يعمل توازن ما بين اللي هو بيديه للسمكه في الميه واللي السمكه بتديهوله في الميه، علشان احافظ على مستوى النمو بتاع السمكه بدون مشاكل. تمام. من 5 6 سنين اتغير عندنا المناخ بشكل صعب، فصل الصيف وفصل الشتاء. في البداية أنا عايز أقول لسعادتك إن الأسماك مزود دم البارد، وبالتالي هي ملهاش درجة حرارة جسمها. أيوه. درجة حرارة الجسم بتاعها هي درجة حرارة المية اللي عايشة فيها، فهي ليها مدى حراري بتعيش فيه كويس. قل عن هذا المدى بيحصل لها مشاكل. بيحصل لها. زاد عن هذا المدى بيحصل لها مشاكل. الأسماك أسماك البلطي أو أسماك المنطقة بتاعتنا كلها تعتبر من أسماك المياه الدافية. لما درجة حرارة المية تقل تحت ال 15 بيحصل لنا مشاكل، وبالذات مع سمكة البلطي. لما استوردنا في الثلاثينات المبروك، المبروك مدى الحراري بتاعه واسع قوي.
بيقل لحد 5 و6 و4 درجه مئوي فما عندوش مشكله هل. بس النمو بتاثر. نرجع لسمكه البلطي. احنا النهارده من 5 6 سنين اصبح عندنا في موسم التربيه بتاعنا اللي هو فصل الصيف في نفوق. المزارع مش واخد باله انه حصل تغير في المناخ ادى الى ارتفاع درجه الحراره في الصيف. ارتفاع درجه الحراره في الصيف ده ادى الى ان درجه حراره المياه نفسها زاد، خرجت بره المدى الحراري اللي سمكه البلطي بتعيش فيه كويس. ولان سمكه البلطي هي عماد لزراعة السمك في مصر فبيحصل تاثر للمزارع بسببها. انا النهارده بقول للمزارع ايه؟ اني انا لابد اني اتابع درجه حراره المياه كويس قوي، لازم يبقى اعمل كل فتره مراجعه على جوده المياه الموجوده عندي تحت الحوض. انا بقسم حوضي، بعمل الحوض بشكل مستطيل، بعمل فيه بنسميها متربيه، قناه في وسط الحوض او في جانب من جانب الحوض بتبقى قناه للصيد وقناه لتجميع السمك وانا اثناء الحصاد، بحيث انه يطلع سمكه نظيفه اعرف اغسلها صحيه عشان حاله الموت بتاعتها بتاثر في الجوده بتاعتها عند التجار وهما بيعرضوها قدام المستهلكين. انا عملت المزرعه كده، خلاص معداتي خرجت بره، ببدا اسمد بالسماد الحيواني بالروس الماشيه بسبل الدواجن، بفردها على الارضيه، برفع عمود الميه 10 15 20 سنتي، اسيبه يومين لحد ما يحصل تحلل للسبله، وبعدين ببدا اجيب سماد زي سوبر فوسفات مثلا او اليوريا. تحليل العضو ده بيؤدي ان انا بقى عندي تغذيه طبيعيه. انا كده عملت تسميد. ايوه. والتسميد ده معناه اني انا اصبح عندي في كائن نباتي عايش. ايوه. الغذاء الطبيعي بتاع السمك اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى في في في, في الانهار وفي البحار هو عباره عن كائنات نباتيه وكائنات حيوانيه. تمام. الكائنات الحيوانيه بتتغذى على الكائنات النباتيه اللي موجوده، انا عشان انمي هذه الكائنات النباتيه محتاج ان اديها غذاء. غذاها ايه؟ التسميد. ايوه. عشان كده المفهوم الخاطئ اللي بيقول ان المزارع السمكي حتى هو المزارع نفسه ممكن يخطئ هذا الخطا ويقول اني انا بعلف سبله، ده كلام مش مظبوط علميا. هو لما بيرمي السبله في الميه السمكه كوحيد معده ما تقدرش ان هي تاكل مخلفات حيوان. ان هي ممكن ان احنا ناخد مخلفات نباتيه نحطها في العلف، ده موضوع ده طبيعي، مختلف تماما، ده مختلف تماما. انسب وقت للتسميد بالسبله لان عشان ما يبقاش برضه بيعمل ملوثات في المياه. انا بقول ان هو بيعمل التسميد بالسبله قبل ما يزرع سمكه اساسا. هو عمل تسميد على الارض وبعدين رفع ميته وبعدين بيستنى اسبوع 10 ايام ويبدا يجيب الزريعه بتاعته ويزرع حوضه. في الفترة الأولانية دي هو مش محتاج إنه يعلف، لأن الغذاء الطبيعي اللي موجود بيبقى كافي للزريعة الصغيرة والإصبعيات الصغيرة. تمام. إلى مدى ما يقرب من 30 40 جرام، بعد كده هو بيحتاج إنه يتدخل بإنه ينمي الغذاء الطبيعي ده تاني بالتسميد. أيوه. أو إنه يدخل أعلف. بالأعلف. أنا بقول إن هو يقدر إنه يخش بالتسميد لما يكون هو بيراجع على ميته كويس. أيوة. لان اصبح الكائن بتاعه اللي بيربيه موجود معاه في الميه. لو اتدخل بالتسميد وحصل عدم اتزان في نوعيه الميه سمكه هيتعب. ايوه. ان ما ماتش مباشر هيحصل له ان نموه يقل او يحصل انه يفقد مناعته زي ما بيحصل كل سنه عندنا في مصر. المفروض ان هو لما بيتابع ميته بيتابع درجه حرارته يبدا يقول انا هتعامل الاسبوع ده مع الحوض بتاعي ازاي. تعامله مع الميه زي ما قلت ساعتك، هو ما بيتعاملش خالص مع السمكه لان هو ما بيشوفهاش الا في 4 حالات. ايوه. الحاله الاولانيه وهو بيجيبها من المفرخ هو شايفها في الكيس بتاعه او في التانك اللي هو بينقلها من المفرخ او من حضان لو كان هو عنده حضان، وبعدين ينقلها يزرعها في الحوض. الحاله الثانيه لما بيجي كل 15 يوم يعمل مراجعه. أيوه. على النمو بتاع السمك بتاعه، بياخد عينات من احواضه وبيسجل عنده. أنا كان العينة اللي كانت يوم 1/6 كانت 50 جرام، 15/6 بقت 55 جرام، هو كده في نمو بيحصل والوضع ماشي تبعا للخطة
الموضوع على الاستثمار، لان ده استثمار في الاول وفي الاخر. الحاله الثالثه لما بيجي يصطاد سمكه. صح. الحاجه الرابعه العياذ بالله لما سمكه يموت. فهو طول خمس شهور، ست شهور، اربع شهور تبعا للفتره. معدل التحويل المثالي قد ايه؟ يقول ان الراجل ده شغال بطريقه سليمه. احنا يا فندم بنتكلم في ان في المتوسط من اول يوم لاخر يوم بنتكلم في 3 ونص جرام. لما حضرتك تتكلم في 3 جرام في 150 يوم، يبقى احنا بنتكلم في 400 جرام 500 جرام. وده المستهدف من العمليه الانتاجيه. هو احيانا بيستعجل في الصيد شويه لما يلاقي ان السوق راغب في الاحجام الصغيره شويه. يعني احنا المزارع بيتدخل احيانا يقول لك لا السوق دلوقتي طالب سمكه صغيره شويه، لا هنطلعها قبل ميعادها. لكن في المتوسط احنا بنتكلم ما بين 2.5 3 جرام في اليوم علشان نوصل ل 500 جرام اللي احنا عايزينهم في ال 140 او ال 150 يوم، فتره الانتاجيه بتاعتنا. الانتاجيه بتاعتنا في الصيف. لو تصادف اني انا عندي احواض هتعدي فتره الشتاء، لابد اني انا ابقى متابع كويس، برفع عمود الميه شويه علشان خاطر اقدر ان انا اعدي الصقيع. عمود الميه المفروض يبقى قد ايه؟ عمود الميه المثالي في المزارع السمكيه احنا بنتكلم ما بين 80 90 سنتي لحد المتر ونص. 80 90 سنتي المتر ونص في حوض مساحته قد ايه وفي اسماك قد ايه؟ في حوض احنا بنتكلم بالفدان. بالفدان يعني في الفدان يعني حضرتك تعمل فدان، تعمل اثنين، تعمل 80 لمتر ونص. بس ده برضو ده هيحدد ده عدد الزريعه اللي انا هحطها في الحوض. والله يا فندم مش الدرجه دي. لاني انا القصه زي ما قلت ساعتك، انا عاوز يبقى في توازن ما بين مدخلاتي ومخرجاته هو. ايوه. انا بدي له علف عالي البروتين، هو بيديني امونيا. انا بدي له اكسجين، هو بيديني ثاني اكسيد الكربون. ايوه. فانا ممكن اخلي عمود الميه عندي 80 سم 90 سم واجيب من الفدان ده 5 6 طن. ممكن يبقى عمود الميه متر ونص واجيب من الفدان 3 طن بس. ده بيرجع للكفاءه القائم على العمل، قدرته على الصرف، نوعيه الميه اللي دخله في الاول، لان هو بياخد ميه بيستقبلها هو مش متحكم فيها. كانت ميه من تحت الارض ابار توازيه، او ميه سطحيه من القنوات السطحيه. هو قريب من المصدر الري، لا هو بعيد بياخد صرف زميله. ده بيحصل في مزارع كتير جدا في مصر، في كفر الشيخ وفي البحيره وحتى في الدقهليه. هو المفروض بيحدد تبعا لامكانياته اللي موجوده علشان يمعظم انتاجه ويمعظم ارباحه بناء على امكانياته المتاحه قدامه. هو وصلنا ل 40 جرام 30 40 جرام، بيبدا هو يدخل بالعلف. النهارده احنا بنوصي بان العلف يبقى علف طافي خلاص. احنا مصر النهارده اصبح عليها عندنا مصانع كتير جدا موجوده في مصر بتدفع هذا الاسلوب. الاسلوب ده من وجهه نظري انا ان هو افضل ما توصل اليه العقل البشري علشان ينتج غذاء لنفسه، لانه بيعمل غذاء مطبوخ زي اللي بيعمله لابني. ايوه بنعمله للسمك. الميزه الشديده قوي بعد الطبخ في هذا المنتج العلاف دي ان نسبه التحلل بتاعتها اقل كتير من نسبه تحلل العلف الغاطس. مفيش ما بيرسيش على الارض، هو راسي على وش الميه. ساعتك شايفه بعينيك. مفيش فاقد. مفيش فاقد تقريبا فيه. في فاقد اكيد بس يعني بيبقى مش زي العلف الغاطس. اقل بكتير. احنا بنتكلم في الغاطس ان احنا كنا بنعمل من 25 30%. شوف حضرتك لما تبقى مزرعه مثلا 10 فدان هتطلع منها 3 طن في 10 ب 30 طن. بتاكل لها 50 60 طن علف. لما افقد 30% رقم منها رقم. والطافي كمان هيبقى المشرف على المزرعه او قائم بعمليه التغذيه شايف الاعلاف بعينيه وشايف حركه السمكه. حركه السمكه اكبر مؤشر على حيويتها وعلى صحتها وحياتها العام. انا ما بقولش اني انا اكتفي بذلك، لا لابد اني انا انزل اخد عينات واطلع السمك بره الميه عشان معامل انكسار الضوء في الميه ممكن يشوش على حضرتك على المزارع ان هو السمكه تعبانه بس هو مش شايف. المعاملات دي لابد انها تتم بتوقيتاتها، ان هو يكون متابع جيد،
ان هو لان زي ما قلت لسعادتك احنا عندنا اشكاليه في التغيرات اللي حصلت في المناخ، رفع درجه حراره الميه في فصل الصيف. احنا النهارده بنشوف 35 و36 درجه مئويه في الميه، الكلام ده ما كانش بيحصل صح في 2005 و2006. انا مش عايز اعدي جزئيه جوده المياه، لان احنا قلنا ابار والمياه اللي هي العاديه العذبه السطحيه أو مياه الشرب كمان. هو فندم احنا مياه الشرب يعني ما اعتقدش ان احنا في مزارعنا المفتوحه دي حد بيستخدمها. ايوه احنا بنتكلم في ان الفدان لما ياخد متر ميه يبقى 4200 متر مكعب ميه، ياخد 90 سم يبقى 4000 متر مكعب محسوب، رقم 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 ضخم. الفرق ما بين الاحواض اللي احنا بنشوفها الترابيه والاسمنتيه، وفي ناس او الاحواض اللي هي بتبقى فيها بالبلاستيك، بالبلاستيك انهي انسب دلوقتي بالنسبه لمواردنا والحفاظ عليها وبالنسبه لتوفير بيئه مناسبه للاسماك؟ هو فندم احنا دلوقتي كل اللي مطلوب اني انا عاوز مكان يبقى فيه عمود من المياه احط فيه الزريعه بتاعتي وسمكي. الاحواض الترابيه لانها احواض طينيه فما بتشربش الميه وبالتالي ممكن استخدمها. طب هاجي في الصحراء منين ما حضرتك هتحط ميه؟ الرمل مش هينفع، فلابد انك انت تبطنها باي اسلوب، تبطنها باحواض اسمنتيه، احواض مباني، تبطنها باحواض بلاستيكيه على حسب المتاح. لكن انا كل ما يهمني الميه، انا بستفيد من الاحواض الترابيه ان كان فيها خصوبه بستفيد من خصوبتها في تنميه الغذاء الطبيعي اللي اتكلمنا عليه في الاول. لان انا ممكن يكون عندي ارض خصبه ما بحتاجش ان انا احط سماد. ايوه وبالتالي لان هي اشتغلت كام سنه واخراجات السمكه سمدتها وهي الارض خدت خصوبتها، دي هتبقى في الاراضي القديمه اللي كانت بتستخدم في الزراعه لفترات طويله. لا مش في الزراعه يا فندم، يعني احنا دلوقتي معظم مزارعنا ما كانتش بتزرع قبل كده. ايوه يعني مثلا زي ما حصل انا بتكلم برضو على الفلاح العادي، ممكن يكون فلاح عنده ارض وابتدى ياخد منها جزء. ما هو احنا يا فندم دلوقتي ما نقدرش ان احنا نقول للفلاح العادي انت بور ارضك، لان حضرتك عارف ان الطبقه السطحيه ال 15 20 سم اللي فوق دول اللي بيبقى فيهم الخصوبه اللي بتطلع المحاصيل بتاعتي. صح. كونه ان هو يشيل 60 سم عشان يعمل حوض يعمل جسور هو بوظ الطبقه السطحيه دي. فانا بتكلم على اللي موجود النهارده. الموجود النهارده بيتصرف مع الاحواض الترابيه بيستفيد من خصوبه التربه في بناء الغذاء الطبيعي. طب لما اجي اتكلم في الاحواض الخرسانيه انا مش محتاج بقى ان انا اعمل خصوبه، انا في الاحواض دي بتبقى احواض صغيره بيبقى معدل سرطان الميه فيها سريع وكتير وبالتالي اقدر ان انا اكثف فيها. ببدا بحجم كبير وبشتغل على طول على الاعلاف. بالاضافه ان المساحه الصغيره دي لو انا فكرت اني انمي فيها غذاء طبيعي انا محتاج ان انا انميه بره وبعدين ادخل الميه بغذاه. أيوه. مش هديله غذاء جوه. لان كثافه السمك دي مش هتسمح لي بان هو يحصل نمو يواكب سرعه نمو السمكه. لان احنا بنتكلم هنا في المتر. أيوه. المتر المكعب ميه هنحط فيه كام سمكه؟ لكن هناك بنتكلم في الفدان هنحط فيه كام سمكه. ففي فرق كبير قوي ما بين الاستزراع ده، خلاص احنا خرجنا من الاستزراع شبه المكثف المفتوح للاستزراع المكثف. انا شفت احواض المياه بتسلم من حوض لحوض علشان يعمل نوع من تنقيه المياه او ان هو يزود فيها الاكسجين. والله يا فندم انا يعني مش 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 مع هذا الاسلوب. ايوه احنا المفروض ان كل حوض يبقى له مصدر ري خاص بيه، لاني انا النهارده لما اسلم ميه الحوض وبعدين اخد الميه من الحوض دي باخراجات السمك اللي هي مفيده للنبات. ايوه واديها لسمكه يبقى انا بزود لها التلوث اللي هي عملته لنفسها باخراجات اخوها واختها اللي موجودين في الحوض اللي قبله. فهيصبح النمو في اخر حوض سيء جدا. وده اللي احنا بنلاحظه لما بننزل نزور المزارع، ان المزرعه اللي بتاخد من صرف مزرعه جنبها بيبقى النمو فيها مش زي نمو المزرعه. ليه؟ لان الميه على ما راحت له هي راحت له بمخلفات السمك اللي قبله. مش هتكلم بنقل الامراض، انا مش هتكلم في هذا الاتجاه، انا هتكلم في اني انا اصبح النهارده عندي جوده الميه هنا اقل من جوده الميه بتاعت المزرعه اللي قبله. ايوه لان فيها كثافه سمك عالي. كل القصه حضرتك ان انا بحط كميه سمك كبير
بالنسبة عن الوضع اللي موجود في البيئة الطبيعية، في كمية مية أقل بكثير، كمية المية دي لابد أني أنا أتدخل بالتعامل معها علشان أكسر كل الملوثات اللي السمكة نفسها خرجتها. أنا ما بدخلهاش ملوث، المفروض أن أنا جايالي المية سليم، لكن لما المية بتقعد عندي في المزرعة في الحوض، هتقعد يوم، هتقعد اتنين، هتقعد تلاتة، هتقعد أسبوع، على حسب نسبة سريان المية رايحة جاية. أيوة. لأن في مزارع بتحب تعمل كده، يقول إيه، أنا هطلع المية من الحوض أنزلها في الصرف الرئيسي بتاعي، وبعدين أعمل أحط فيها معاملة من المعاملات ولففها ورجعها تاني عشان أوفر مية. برافو عليه. لأن هو النهاردة عمل إيه، هو كده ما بيستخدمش مية على الإطلاق، إن هو بيرميش مية بره. صح. وفي نفس الوقت هو عمل معاملة تكسر كل الإخراجات اللي عملتها السمكة، وبالتالي المية داخلة لها كأنها سليمة. كل اللي هيضيفه عليها إنه هيضيف لها معدة تضيف له أكسجين في المية، اللي هي البدلات، بدلات بلورات على حسب أسلوبه في العمل. أيوة. إن كانت أحواض واسعة يبقى البدلات دي أفيد حاجة، لو كانت أحواض صغيرة ممكن إن إحنا يبقى فيه بدلات في المصرف اللي حضرتك أنا بقول حضرتك عليه ده، وبعدين يخش ببلور مثلا كمان علشان إيه، يزود كمية الأكسجين جوه الحوض نفسه مع السمكة. بالنسبة للمياه يعني هي جزئية مرتبطة بيها، في بعض الأماكن بيبقى فيها مزارع سمكية وفيها أراضي زراعية مجاورة، فتلاقي شكوى من المزارع بيقول لك ده المزارع السمكية اللي فوق لما بتصرف المية بتلوث لي الأرض بتاعتي أو بتلوث لي المية. هو لا، هو بيقول بتطبل لي الأرض، لأن هو طبعا إيه زي ما قلت حضرتك كده، الأرض مستوية في قطاع من القطاعات، هو زرع الزراعة النباتية بتاعته، أنا بضطر أنزل بـ40 50 سنتي عنه علشان خاطر أعمل المتر ونص أو المتر وربع أو المتر عمود المية اللي كنا حضرتك معاه. فهو لما بيصرف المية أو يبقى قريب منه قوي، عمود المية ده بيتخلل التربة وبيضرب له التربة عنده، فأحيانا بيعملوا مشاكل. إنما ما فيهاش نوع من التلوث، لأن المفروض إن هي مغذية للتربة. مفيش تلوث يا فندم، أنا المفروض إني أنا إخراجات السمكة دي باخدها وبنزلها على المحاصيل النباتية بتاعتي، بتزود لي من 10 ل 20% طبعا المحصول. أيوة. لو محصول ورقي بيوصل زيادة المحصول باستخدام مياه الأسماك 20% زيادة. ده بقى اللي حضراتكم ابتديتوا تنقلوه بصورة علمية، اللي هو الهيدروبونيك، اللي هو الأكوابونيك. الأكوابونيك. آه. احكي لنا بقى عن الأكوابونيك. بس قبل الأكوابونيك احنا اتكلمنا في الانتجريتد أكواكلتشر أجريكلتشر. أيوة. احنا بنتكلم على التكامل ما بين الزراعة السمكي والزراعة النباتي. أنا هعمل إيه؟ المية هو هياخد المية طبيعي، هياخدها بقى من البير بتاعه زي ما اتفقنا، مصدر المية، مصدر المية بتاعه. هتخش اول حوض السمك، بتخرج من حوض السمك محملة بمخصبات زراعية. ايوه. تروح عنده ياخدها للنبات. انا عملت حاجتين، انا وفرت المخصبات الصناعية اللي هو بيستخدمها اللي هي في الاساس بتلوث التربة، باني انا اديت له مخصبات طبيعية، يعني احنا ممكن نقول على انتاجه انه اورجانيك. خد بالك ساعتك ازاي؟ هو بيشوف بعد كده ان انتاجه على ميه حوض السمك بيزيد من 10 ل 20% تبعا للمحصول. لو محصول سمري ممكن يبقى 10% او اقل قليل. صح. لو محصول ورقي بيبقى 20% او ازيد. وبالتالي هو بيبقى وفر في الاسمده بتاعته، وفر في تلويثه للتربه، لان انت بتجيب كيمياء تحطها في الارض. ايوه. وبالتالي مع مرور الزمن انت بتبقى محتاج ان انت يعني 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 تطور من ادواتك تستفيد. بالزبط. دي ده استثمار في حد ذاته. بالظبط. نقلنا التجربه دي بقى للصحراء بشكل جديد وعلمي. تمام. ازاي يعني علشان اقدر ان انا، وايه انسب اصناف الزراعة السمكي اللي اقدر استخدمها في الصحراء، وايه هي المحاصيل اللي هتبقى مرتبطه بيها برضو؟ طيب احنا انا هعكس الكلام، هقول اني انا في النبات محتاج ايه، محتاج ان هو يعمل تسميد. طيب انا ولما انا هتكلم عن حوض السمك، انا محتاج سمكه تقبل التكتيف. ايوه. انا عاوز سمكه تكبر في نفس الفتره ال 140 150 اللي كنا بنتكلم فيهم دول، في حيز اقل وتديني نفس النمو. تمام. افضل سمكه ينطبق عليها هذه الشروط سمكه البلطي النيلي. ايوه. وعلشان كده هي غزت العالم كله. فأنا النهاردة بقول إيه؟ أفضل صنف حضرتك ممكن تستخدمه، وممكن تستخدمه بأحجام مختلفة، أوزان ابتدائية مختلفة. أيوه.
يعني انت حضرتك عندك مثلا هتزرع محصول فتره وجوده في التربه 80 يوم، يبقى حضرتك هتجيب اصبعيات البلطي او زريعه البلطي، اصبعيات البلطي لانها كبرت ما بقتش زريعه، الزريعه بتبقى احجام صغيره، لما بتكبر شويه بنسميها اصبعيات، اصبعيات البلطي هتجيبها حضرتك معديه 30 ل 40 جرام علشان توفر انت الشهرين علشان يوم ما هو يخلص تكون سعادتك وصلت للنمو بتاعك اللي يصلح انه يخش السوق. تمام. احنا زي ما اتكلمنا عن التغذيه السليمه ووضحنا ان انا بشتغل بالاعلاف فيبقى عندي معدل تحويل اقدر اوصل بالوزن المناسب في 5 شهور. ده كان اتهام وردينا عليه. في اتهام اخر، واحنا يعني النهارده احنا بنتكلم في ارشاد وفي توعيه ونبين للمستهلك المصري الحقيقه. السمك البلطي وحيد الجنس. تمام. ودور الهرمونات في ان انا احدد السمك البلطي بوحيد الجنس. طيب احنا النهارده البلطي زي ما بنتكلم في مميزاته كتير دي، هو له ميزه كبيره قوي ان التوالد بتاعه كتير. سريع وكتير. بس انا كمزارع التوالد ده لما يبقى عندي في حوض مزروع بيبقى عيب مش ميزه. طيب نتصرف ازاي؟ عيب مش ميزه لان انا مثلا لو حطيت 1,000,000 ذريعه مش عايزهم يزيدوا عن كده لان انا مرتبط بتغذيه معينه داخل الحوض ومش عايز ازود في الاعلاف، مش عايز ازود في الكثافه، فانا عايز احافظ على العدد المعين من الذريعه اللي موجوده عندي. انا حاطط 10 15,000 20,000 فدان ذريعه واصبعي بلطي، انا بدي العلف على قد ال 10 15 20,000 فدان، الاكسجين اللي موجود في الميه مكفي للعدد ده، لو حصل توالد هيوصل العدد ده 500,000. ايوه. في ظرف 3 اشهر. طب ايه هواء ايه اللي هيكفي؟ اكسجين ايه اللي هيكفي؟ علف ايه اللي هيكفي؟ النمو بتاعه هيبقى فين؟ النمو بتاعه هيبقى فين؟ هلاقي نفسي في الاخر وانا بس وانا بصطاد مفيش انتاج. تمام. فبدانا بان احنا نعمل المونوسكس ده وحيد الجنس ده نعمله بان احنا نفصل الذكور عن الاناث يدوي. تمام. الموضوع صعب جدا ان حضرتك تجيب 10,000 سمكه للفدان وتقعد تفصل لحد ما توصل ال 10,000 بتوعك عشان لازم تنتظرها لما توصل لعمر او لحد معين عشان تقدر تتعامل معاها. بالظبط يا فندم، عشان تعرف تشوف الفرق بين الذكر والانثى. لكن التقنيه بتاعت استخدام الهرمون كانت اسهل واسرع واكفأ، ومفيش بحث علمي طلع وقال ان هو بيأثر على صحه الانسان. يعني من سنة كام و80 والناس بتتكلم بره عن استخدام الهرمونات في تحويل الجنس، لأن وحيد الجنس في البلطي احنا بنسميه تحويل الجنس لأن هو وراثيا هو زي ما هو. هو بيضاف في المياه؟ لا يا فندم ما بيضافش في المياه، هو بيضاف في العلف. السمكة بتاكله. على عمر قد إيه؟ على عمر 2 أو 3 أيام. وده اللي أنا عايز أوصله، إن هي بتبقى لسه مجرد ذريعة لا ترى بالعين المجردة. يا فندم ده حاجة كده، ودي الفترة اللي يعني عظمة الضفر اللي أقدر أتحكم فيها في الجنس، لأن هو لو عدى العمر ده بالظبط يا فندم، هو لو عدى ال 40 يوم من عمره أنا مش عارف أحوله. فأنا بديله لمدة 3 أسابيع جرعات من الهرمون. لو حضرتك قلت لحضرتك إن إحنا بنحط من 50 ل 60 مللي جرام في الكيلو، والكيلو ده بيكفي 4,000 ذريعة، يبقى هو خد قد ايه؟ سمكة البلطي سبحان الله هي في خلال ال 40 يوم الاولانيين ما بيبقاش تحدد نوعها. سبحان الله خلق لازم. فاحنا بنبتدي نتدخل بقدر محسوب في الفترة الأولانية دي. تمام. علشان يبقى كله ذكور نقدر نتحكم فيه واحنا بنستزرعه في الأحواض. بالظبط. والطريقة دي متبعة عالميا مش عندنا في مصر بس. عندنا بس. وبعدين لما جم يقيسوا الهرمون بعد وقف المعاملة، احنا بنوقف المعاملة عند 21 يوم. لو حضرتك ضفت لهم الثلاث ايام بتوع العمر عشان بعد الفأس مباشر، لان انا ما بعدلوش العلف بعد الفأس مباشره، انا بديهوله لما يبقى عمره 2 أو 3 أو يمكن 4 كمان. ايوه. لما حضرتك تتكلم في 21 يوم زائد 4 يعني وصل عمر السمكه 25 يوم. تمام. بوقف المعامله وابدا اتعامل معاه، بعلفه علف بودر برضو، علف بودره خالص. ايوه. علشان فتح بقه ما بتقدرش تتحمله ان كان هيفضل في المساحه الضيقه بتاعتي. إن كنت هطلعه بره في الحوض للاستزراع هو هيتغذى على الغذاء الطبيعي اللي احنا اتكلمنا في الاول ازاي بننميه. تمام. تمام. لما جم الباحثين من الثمانينات كانوا بيعلموا الهرمون، والمذيب اللي بيذيب الهرمون فيه عشان يحطوه على العلف
بالفوسفور والكبريت المشع. ايوه. بعد عمر 40 يعني بعد 15 يوم من وقف المعامله هم ما لقوش في اللحم المأكول، الجزء المأكول ما لقوش فيه اي اثر لا للكبريت المشع ولا للفوسفور المشع. وده بعد 40 يعني يوم. احنا اساسا ما بيتمش تداولها قبل 5 شهور. هي لسه ما وصلتش 2 جرام. ايوه يعني احنا بنتكلم حضرتك ان لما وصل هي وصلت ل 40 يوم يعني هي وصلت 2 جرام، وصلت 5 جرام، هي مش صالحه اساسا للاكل. ايوه. بعد 60 يوم بيختفي تماما حتى من المخ ومن الاحشاء. ايوه. يعني هم عند 40 يوم الحمد لله كمان في مصر لا بناكل احشاء، عندنا معامل مرجعيه قويه جدا. تمام. بتاخد عينات وبتفحصها عشوائيا من البحيرات ومن المزارع السمكيه، يعني في رصد على مدار العام. احنا يا فندم في الهيئه كل فتره بنعمل كده، يعني 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 منطقه بحر بقى مثلا. ايوه. الناس اتكلمت فيها كلام كتير جدا. احنا كنا بناخد عينات منطقه الثروه السمكيه، طب الهيئه العامه للثروه السمكيه بتاخد عينات من المزارعين وتوديها وزاره الصحه، مع وزاره الصحه. طب انا اروح فين اكتر من كده؟ واثبت ثبت تماما صالح للاستخدام الادمي، صالح للاستهلاك جدا. ان الاسماك بتعيش في بيئتها في المياه، وبالتالي اذا كانت البيئه دي صالحه ده بيبان على السمكه نفسها. بالظبط يا فندم. البيئه دي فيها ملوثات بيبان على الانتاج وعلى خصائص وصفات السمك المنتجه، بتبان بالعين المجرده للمستهلك. بالظبط. انا هقعد 6 شهور 5 شهور 4 شهور في مكان هو السم ملوث، انا هعرف اعيش فيه؟ يعني 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 ده تاني اتهام بنرد عليه النهارده، اللي بيقول لك اصل هم بيسمد بمخلفات دواجن. احنا وضحنا ايه هي عمليه التسميد والوقت المناسب. الاتهام التاني السمك وحيد الجنس، ليه هو وحيد الجنس وايه المعاملات اللي بتتم عليه علشان يبقى امن على صحه المستهلك. انا بقى عايز اسال عن خدمه كانت بتقدمها الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، هل هي موجوده ولا قلت ولا اختفت ولا ممكن نشوفها تاني؟ القاء الزريعه او توزيع الزريعه على الفلاحين في موسم زراعه الارز داخل المشاتل. دي كانت ميزه وقيمه مضافه. هو احنا بنعمل المشروع ده بالاتفاق مع مديريات الزراعه. ايوه. ففي مديريات بتقول ان ما فيش اقبال من الفلاح فما نروحش. في مديريات يعني احنا السنه دي تقريبا كنا في محافظه الشرقيه واعتقد الدقهليه وزعنا فيهم. كنت انا يعني زمان المشروع ده كان بيتوزع في كل مكان بيزع رز. ايوه. بس في حاجه، زمان كان الرز بيقعد في الارض من 5 6 شهور. ايوه. النهارده الرز بيقعد من 80 يوم 90 يوم يبدا الفلاح يحصد. فانا النهارده علشان خاطر اسيب السمك 80 يوم في عمود ميه 10 سنتي مش هيدي النمو الملائم. فلابد ان هو بيعمل الزروق بتاعه المصدر الري بتاعه، هو بيعمل زي ما قلت لحضرتك كده، احنا بنعمل في الحوض قناه علشان خاطر اصطاد السمك فيها او احمي السمك فيها من الشتاء والكلام ده. ايوه. هو بيعمل قناه زي دي بيوسعها في راس الارض اللي مزروع فيها الرز علشان خاطر لما الميه تقل على وش الارض تحت الجدر تحت الرز تحت ساق الرز ينزل السمك في مكان يعيش فيه لحد ما يجي دور الميه الجديد يقوم هو رافع ميه تاني تطلع على الارض تاني. دي ميزه كبيره قوي للرز وان انا بنتج بروتين حيواني بعد كده كمان. لكن الفتره لما ضاقت مع الرز ما اصبحش في اقبال قد كده من الفلاح. طب ما يقدرش ان انا ادي له زريعه يكون حجمها كبير بحيث ان هي تعيش في الفتره دي استفيد بيها برضه؟ هو ممكن، بس موضوع اني انا بنزل الميه يعني هو دلوقتي بيروي الارض بتاعته المشتل. لا مش المشتل، انا ما بحطش في المشتل. اه انا بحط فيه لما هو يشتل الرز بتاعه ويزرعه. تمام. فانا عامل في الارض عامل فيها الزروق، بيسموه زروق، زي ترعه مليانة مية. المفروض ان كل ما يجي عليا الدور دور المية يجي ارفع المية في الارض. ايوه. بعد فترة لان 10 سنتي بس بيحصل ان الرز بيشربه تنزل المية يجي الدور التاني وهكذا. لو انا حتى كبرت له السمكة هو الفترة ضيقة قوي، فهو اصبح
هو طب انا يعني الاول كنت بطلع 50 كيلو سمكه مش شايف نص كيلو كده وحاجه حلوه، النهارده هو مش شايف ميزه. فيقول لك ايه، معظم الفلاحين اللي بنقابلهم في بياخدوا مننا فودرات في مشروع الرز ده، يقول لك اصل انا عندي ورا الارض في مصرف كبير انا عامل فيه من هنا شبكه ومن هنا شبكه خد حضرتك ازاي. اذا هو اصبح بيعمل استزراع سمكي مش بيعمل تكامل مع الرز، خد بالك ساعتك ازاي. فده اللي خلى احنا هنتوقف لحظات، نطلع فاصل نريح لان لسه عندنا كلام كتير جدا. هو السمك البلطي ده نيلي ولا سمك مزارع؟ وبعدين احنا ليه مركزين في الاسماك رخيصه الثمن؟ احنا عندنا اسماك ممكن تدخل للاقتصاد المصري ارقام كبيره جدا، يبقى في دعم مباشر لاقتصادنا. هنطلع فاصل سريع ولسه هنكمل كلامنا في الثروه الحيوانيه عن الاستزراع السمكي. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وإحنا بنتكلم عن الأسماك وعن الاستزراع السمكي عندنا أمل إن إحنا نشوف الاقتصاد في المرحلة القادمة بيقوى وبينمو بسبب القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي والقطاع الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي وجهان لعملة واحدة على فكرة. عندنا أمل إن إحنا ننطلق للأمام بدعم الغذاء للمواطن المصري ونوفر قدر كبير جداً من فاتورة ثقيلة بنستورد بيها أسماك من الخارج وأطعمة كثيرة. لكن وإحنا بنتعامل مع الاستزراع السمكي لازم يكون في فكر، إزاي أنا عندي موارد بستخدمها، أنا بستخدم أرض لها قيمة واستخدم مياه وأعلاف وعمالة ومصاريف تشغيل، طب المنتج اللي بيطلع عندي في النهاية ده إيه قيمته؟ هل هو يعادل كل هذه المصاريف، ولا أنا ممكن أستفيد بنفس هذه الإمكانيات في إنتاج أسماك لها قيمة مرتفعة أوفرها للسوق المحلي وأصدر منها؟ هنقدر نعمل كده دكتور أحمد؟ نقدر نعمل كده إن شاء الله، إن إحنا نعيد الثقة في سمكة البلطي المصرية. إحنا نقدر إن إحنا زي ما عملت فيتنام، فيتنام النهاردة بتطلع سمكة الباسة زي ما حضرتك عارف، بتصدر دول العالم كله، بتصدر بأكتر من 6 مليار دولار، دي إحصائياتهم في 2015 لأن أنا كنت معهم في 2016. كم مليار؟ 6 مليار دولار. انت بتتكلم في قناة السويس جديدة، ده في اقتصاد اقتصاد. لكن احنا النهاردة بعدم دراية اتهمنا سمك المزارع بانه هو سمك مش كويس، اتهمنا العملية التسميد اللي احنا بنحطها في الاحواض في المزارع السمكية ان احنا بنأكل السمك المخلفات دي، احنا بنقول ان سمك المزارع ده سمك ملوث، وطلعت ضرب كتير في الاعلام اتكلمت في هذا الاتجاه. الدول الافريقيه والدول العربيه النهارده بيتكلموا معنا بنفس الاسلوب، لما بنزورهم لما بيزورونا بيقولوا لنا كده، انتوا بتقولوا على سمك مزارع يكون سمك مش كويس، انتوا اللي بتقولوا، انتوا اللي بتقولوا. يعني هو بيشوف صور مغلوطه في بعض وسائل الاعلام، والمشكله الكبيره ان هو بيبقى يجهل المعلومه. يا فندم يعني ويناقش المعلومه ويدافع بقوه عن جهل، يا اما متعمد يا اما بغير وعي، وفي الحالتين هو بيضر اقتصاد بلد، بيضر اقتصاد بلد. فاحنا النهارده يعني حابين نركز على معلومات مهمه قوي للناس. طبيعه التغذيه لكائن حي زي الاسماك هي بتعتمد على الكائنات الدقيقه او بعض الانواع. بالظبط يا فندم، ده وحيد معده، وحيد معده مالوش اسنان، يعني انت حضرتك ما تقدرش انك انت تجيب له حته لحمه كده وترميها له هياكلها. ايوه، هو هيستناها لما تتحلل ويجي عليها شويه ميكروبات، يجي هو ياكل الميكروبات دي، ما يقدرش يعمل اكتر من كده. ودي تغذيه طبيعيه على فكره، ودي تغذيه طبيعيه، بس انت سعادتك لوثت له الميه اللي هو عايش فيها. ايوه، وبالتالي التلويث اللي انت عملته ظنا منك انك انت بتاكله حاجه عاليه القيمه، انت بتاكله بروتين حيواني، انت ظن كده. لكن انا لما اخد هذا البروتين الحيواني واقطعه واحوله البودره وادخله لمصنع العلف، معاملات حراريه شفت حضرتك قلت ايه، في معاملات حراريه، في اضافات، في عمليات طبخ، وبالتالي انت كده بتعامله زي ما بتتعامل مع ابنك الصغير. هل ده يبقى منتج غير جيد؟ انا اعتقد يعني احنا فين من الجمبري، من الأروز، من الدنيس،
من الأنواع اللي ليها عائد اقتصادي مجزي. سعادتك عارف المشروعات القومية اللي حصلت في السنتين الأخرانيين، بركة دغليون وقناة السويس. أنا سعادتي بالمشروعات دي مش علشان إن هي هتطلع إنتاج عالي، لأن حضرتك لو بصيت كده قناة السويس بتستهدف 20,000 30,000 طن، بركة دغليون بتستهدف لها 6,000 7,000 8,000 10,000 طن. لما تيجي حضرتك توزنهم في المليون وربع مليون ونص اللي هنتكلم فيهم، رقم صغير. لكن أنا بقول إن ده من وجهة نظري زي ما حصل في آخر السبعينات، إن إحنا عملنا مزرعة حكومية طلع منها هذه الانطلاقة بعد 10 سنين. النموذج. نموذج. القدوة. تمام؟ قدوة. أنا بقول لك تشتغل إزاي. خليت المجتمع في هذه المناطق يتبع هذا الأسلوب، يستفيد من خبرات الناس دي، لأنه لأن أنا مش هتعلم بفلوسي. خبر حضرتك إزاي؟ أنا هقلد. ما أقدرش أتعلم بفلوسي. لكن الدولة بتخلي الشباب الصغير يتعلم في فلوس الدولة، علشان بعد 10 سنين أصبحوا دول الزخر بتاعها. ده اللي هيطلع بالاقتصاد، ده اللي يخلي مصر النهاردة في العشرة الأوائل في إنتاج السمك على مستوى العالم، بالرغم من كل المشاكل اللي بتكلم حضرتك فيها. فإحنا النهاردة الدنيس والقاروص، أعتقد إن البحري عموما مش دنيس وقاروص بس، عندنا دنيس وقاروص وعندنا وقار، عندنا جمبري، عندنا لوت، في أصناف كتير أو ممكن إن إحنا نزرعها على البحري. وجود الصروح دي قناة السويس وبركة غليون أعتقد هتعمل تفريخ عالي قوي لكفاءات عالية قوي تنتشر في مصر زي ما حصل في آخر السبعينات مزرعة السمك. فأنا سعيد جدا بالمشاركة دي. عشان عندكم دور مهم قوي، أو عليكم دور كبير قوي، التدريب وصقل مهارات العاملين داخل المزارع السمكية. الهيئة العامة للخدمات أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتقوم بالدور ده إزاي؟ والله يا فندم احنا يعني بنحاول نبقى العملية التدريبية لكوادر الهيئة. أيوة. حضرتك بيدخل في موضوع ميزانية وموضوع مالي، لكن احنا بنحاول ان احنا لما نعرف نتواصل مع الجامعات ومراكز الأبحاث ان احنا بندل الناس عليها. في مركز بحث في جامعة السويس، في مركز دلوقتي بيتعمل تقريبا في جامعة كفر الشيخ، هما هيبقوا اشطر مننا كحكوميين في الثروه السمكيه ان هم يوصلوا المعلومه باسلوب مبسط، مع تكرارهم ومقابلتهم مع المتدربين هيقدروا يعرفوا الناس بتفكر ازاي. الشريحه دي من المواطنين كان في غلطه واحنا بندربهم. احنا الكادر بتاعنا منوط بيه حاجات تانية. ايوه. لكن هم في الجامعه وفي مراكز البحوث اعتقد ان هم هيبقوا اكفأ منا كتير قوي في الموضوع ده. وفي مراكز كويسه جدا جدا في مصر. عندنا المعمل المركزي للبحوث الثروه السمكيه مستوى راقي جدا، المركز الدولي للاسماك برضه في العباس مستوى راقي جدا. صح. وده بيستقبل وفود من كل دول العالم، الافريقيه والعربيه والدول. النهارده امبارح كان معانا وفد مع عندهم هناك بيتكلم في 2000 متدرب في خلال 5 6 سنين. وعلى فكره المكان رائع ومجهز ويليق بمكانه مصر ومشرف، ومستوى التدريب عالي. ايوه. المدربين مستواهم عالي. ليه؟ من كتر ما هو اشتغل وشاف الناس، الدوله دي لما بتيجي بتبقى طلباتها في الحته الفلانيه بيجهزها قبل ما يجوا، لانه بقى اصبح عنده خبره في هذا. صح. المجال. فاحنا دخولنا فيها يعني من وجهه نظري يعني مش هيبقى. طيب في موضوع عايز اتكلم فيه علشان ده يهم قوي المربي، الامراض. امتى اعرف ان الحوض بتاعي ده فيه مشاكل؟ هل انا عندي برامج تحصين للاسماك زي ما بنتعامل مثلا مع الثروه الحيوانيه، ولا ده انا ما بلجالوش؟ عيني وانا بتعامل مع حوض السمك تبقى بتخلي بالها من ايه؟ هو انا اساتذتي البيطريين قالوا ان هم حاولوا ان هم يعملوا موضوع التحصينات ده، لكن العترات المرضيه في مصر بتغير نفسها. فهم يعني اكتر من 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 استاذ بيطري من اساتذتي قال لي يعني الموضوع ده بيبقى صعب شويه. ايوه. لكن قد يكون في المستقبل في حاجه تانية، لاني انا مش تخصصي في الامراض، فانا انا بتواصل معاهم. انا مش عليها بتخصص، انا برد على على على, على على كلمه التحصين. لكن انا بقول ايه؟ لو انا حافظت في اسلوبي في اداره المزرعه على جوده الميه في الحوض،
وإن أنا أتابع درجات الحرارة، وإني أنا ما أحطش أي حاجة في المية إلا بحذر، وإني أشوف العلف طافي على وش المية حركة السمك، لا ده ما أكلش النهاردة يبقى في حاجة، لأن هو مش هيقطع مرة واحدة. أيوه. ده هو هيعاني فترة، وبعدين فجأة ساعتك تلاقي سمك ده كان كويس لحد امبارح، أنت حضرتك ما شفتوش لغاية امبارح. ده هو عشان يموت النهاردة يبقى هو بيعاني من 20-25 يوم سابقة. أيوه. لكن حضرتك عينك ما جابتش. وبعدين أنا عندي 15-20 ألف سمكة بيموت عندي 20 النهاردة. أنا كمربي بقول إيه 20؟ بس أنا قلقان. ده مؤشر. ده مؤشر. وبالذات لأني أنا بقالي 6-7 سنين بيحصل لي هذا الكلام، تبدأ بـ 20 سمكة، 50-100-1000. وتستمر على الألف دي 3-4 أيام نص هتخلص. صح. فأنا ببقى مستاء جدا ومتضايق جدا ومش عارف أتصرف. فأنا بقول للمزارع أنت عارف إن أنت بيحصل لك هذا الكلام من 6 سنين سابقة، يبقى أنت لازم تبقى مجهز نفسك إن ده بيحصل. أنت عندك الفترة بتاعة الدورة بتاعتك 140-150 يوم، مش عيب إنهم يبقوا 180 يوم، بس ما يبقاش عندي نفوق، لأن نفوق معناها إن حباية كيلو على في التاكل وما طلعش قدامه سمك، خسارة. احنا النهارده بنتكلم في 1.4-1.3 معامل تحويل العلف، بروتين عالي، سعر عالي، لابد ان ايجار للفدان، الارض ايجار للفدان، الارض دي ليها قيمه، عماله، طاقه. فحضرتك المنظومه الاستثماريه اللي احنا بنشتغل فيها دي لابد لها من مدير شاطر. انا شايف ان المزارعين اللي عندنا مزارعين عندهم خبره كويسه، لكن هو قد يكون بيتكاسل شويه، فانا بقول له يعني خلوا باله شويه، لان احنا كده ما احناش حبل ان احنا نخسر. يعني هو الملاحظه اللي ممكن يحس ان عنده مشكله ان يبدا يظهر عنده نفوق حتى لو بنسبه بسيطه، انما زي ما احنا قلنا بياخد عينه يوزنها ما يقدرش يفحص السمكه. يفحص السمكه، ما انا عشان كده بقول لحضرتك ايه المظاهر اللي عليها التكاسل اللي هو عمله، ان هو لما بيفرد العلف الطافي على وش الميه والسمك يجي ياكله، هو شايف ان السمك جاي ياكل فهو مرتاح، في حركه وفي روح، في حركه وفي روح. لكن انت عندك المناعه بتاعه الكائن الحي ما بتبقاش ثابته، مش كلهم زي بعض، في شويه سمك منهم درجه الحراره زعلته بدا يبقى عنده مرض هيبدا يموت. 20 سمكه فوق ال 15000 ولا 10000 زي ما بقول لحضرتك مش حاجه، لكن دول اضعف سمك كان موجود في الحوض اتاثر بالتغيرات اللي حصلت، ان كانت مناخيه في درجه الحراره او ان كانت في جوده الميه. فانا بقول له لا، عينات السمك كل 10 او كل 15 يوم دي ضروري انك انت تشوف سمكتك بين ايديك في الهواء، تبص عليها كويس قوي، ان لقيت اي شكل مش ده الطبيعي بتاعك لازم تجيب متخصص في الامراض يجي يبص عليك ويبدا يتدخل قبل ما تحصل كارثه. تمام. راي حضرتك في الاستزراع السمكي داخل الاقفاص، في مناطق منتشره في مصر واحنا عارفينها في اقفاص سمكيه مرخصه وفي اقفاص سمكيه بتبقى بطريقه عشوائيه ودي بيتم التعامل معاها. راي حضرتك في الاستزراع السمكي داخل الاقفاص؟ الزراع السمكي داخل الاقفاص احنا النهارده بنتكلم في هيئه الثروه السمكيه ان الاستزراع في المياه البحار هيبقى الفتره الجايه هيبقى فيه تركيز من عندنا على موضوع الاقفاص. النظام ده من اكفأ الانظمه على مستوى العالم في الانتاجيه. انت حضرتك بتنتج في مكان مفتوح ومع ذلك بتطلع انتاج المزارع المكثفه. ايوه. قبل ما تتشال الاقفاص من النيل في 2003-2004 اعتقد ان المتر المكعب ميه في القفص كان معدي 90 كيلو. ايوه. احنا النهارده في المزارع المكثفه الاسمنتيه او البلاستيكيه لما بنعمل 20-25 كيلو في المتر المكعب ميه بنبقى يا نجحنا وحاجه جميله. بس هو كان بيسبب تلوث لمياه النيل يا فندم؟ يعني ايه بيسبب تلوث؟ بسبب ان في كثافه عدديه في مكان محدود. لان احنا النهارده ليه انا بقول هو ليه طلع الانتاج العالي ده بالرغم من الكثافه العدديه العاليه؟ تغذيه، ان معدل صهيون الميه حالي انت بتتكلم مش عارف، زمايلنا في وزاره الري كانوا بيقولوا لي 6 متر في الثانيه مش عارف 7 متر في الثانيه. عارف حضرتك يعني ايه؟ يعني انت حضرتك بتطلع لي كل الملوثات من عندي
ترميها بعيد. وانا هطلع مع حضرتك فاصل سريع. الملوثات دي ايه؟ ونرجع نكمل تاني لان مضطرين نطلع فاصل. اتفضل. فاصل سريع ونستكمل مع حضرتك. مرحب بحضراتكم مرة أخرى. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الزراعة السمكي في الحقيقة الوقت جري، وأنا جوايا أسئلة كثيرة جدا، وجوايا شغف إن أنا أسمع من الدكتور أحمد، خصوصا إن في معلومات هي بتهم المواطن العادي. مفيش مستهلك أو مواطن في مصر ملوش علاقة بالغذاء. قطاع الزراعي هو قطاع المواطن المصري كله. الأصناف تهمني قوي، ودي اللي أنا عايز أختم بيها الجزء الأخير. التركيبة أو الأصناف المفروض إن إحنا نركز عليها علشان دي اللي هتفيدنا كمستهلك وكفائض للتصدير. إحنا النهاردة زي ما بقول لسعادتك إن إحنا بنتجه للزراعة البحري. إحنا النهاردة المساحات الأراضي اللي بتزرع أسماك مياه عذبة، أسماك البلطي والعائلة البورية والأراميط، على المستوى العشرة 15 سنة اللي جايين ما اعتقدش انها هتزيد. ايوه. وانتاجيتها ليها سقف. واحنا في وزارة الزراعة عايزين ان احنا نزود الانتاج، لان احنا مش هنفضل 100 مليون طول عمرنا، احنا بنزيد. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نحافظ على نفس المعدل من الانتاج السمكي، لان ما عندناش ميزة نسبية في انتاج اللحوم الحمراء. فاحنا اتجاهات الدولة عموما هتبقى للسمك والإنتاج الدجاجي. كويس. أنا النهاردة بنتكلم في الدنيس والأروس، في أسماك أصناف الأسماك المالحة اللي بتتزرع في مصر، دنيس أروس لوت، وفي جزء جمبري. أيوه صح. أنا عاوز المزارعين يبدأوا يبصوا على أصناف أخرى. إحنا عندنا أصناف تانية موجودة محتاجة إن هي نشتغل. عندنا في سمكة أروس البحر الأحمر، البرموندي، سمكة واعدة فترة نموها مش طويلة زي الأروس، وفي نفس الوقت هتتحمل على الأروس ظروف درجة الحرارة العالية اللي احنا بنتعرض لها في مصر. صح. زي ما قلت لسعادتك احنا بنتجه للأقفاص. عندنا في الهيئة ان احنا نشجع على موضوع الأقفاص. الشركة الوطنية بتعمل أقفاص في البحر المتوسط كويس قوي دلوقتي، وهنعمل في شرق التفريعة برضو بعض المسيجات وفي أقفاص البحر. وبالتالي المواطن العادي أو مجتمع لاستزراع السمك في مصر هيبدأ يطلع على الكلام ده. أيوه. رأي العين، مش في الكتب، مش في المحاضرات، مش في التدريبات. صح. وبالتالي هو يقدر إن هو يعمل نسخ لهذا الكلام على سكيل صغير بالنسبة له. وبالتالي زي ما احنا طلعنا من 200-300 فدان في كفر الشيخ سنة 79 للنهاردة ما يقرب من 300 ألف فدان أو 280 ألف فدان، احنا ممكن نعمل هذا الكلام في ان احنا عندنا مسطحات في البحار ممكن انها تتزرع بالفدادين سمك يتصدر برا مصر أو يخش السوق. استزراع السمك البحري منتشر في الدول العربية المجاورة، وفي نجاحات زي دولة تونس السعودية والسعودية، واحنا هنناقش الملف ده بالتفصيل، وحضرتك هتكون ضيفنا وهتشرفنا. بس انا عايز اقول لحضرتك اننا في نهايه هذه الحلقه لاول مره بعد سنين طويله اشعر ان انا استفدت، واشعر ان انا قدمت معلومه تهم المواطن المصري اللي بيخاف على مصلحه بلده واللي عاوز يعرف يعني ايه اقتصاد ويعني ايه انتاج. دكتور احمد سمي الدين مدير المزارع السمكيه بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، حضرتك نورتني وشرفتني. بشكرك. ملف الثروه الحيوانيه من اهم الملفات، لان في تحديات كبيره جدا اذا كنا بنتكلم على اللحوم الحمراء او الدواجن او الاسماك. دكتور احمد النهارده قال كلمه مهمه قوي، قال احنا ما عندناش مميزات للثروه الحيوانيه بالنسبه للحوم الحمراء او للماشيه، لان احنا فعلا ما عندناش مراعي. المزارع او المربي دايما بيعاني من ارتفاع في اسعار الاعلاف، بتحتاج امكانيات كبيره. الدواجن ملف يعني بمعنى الكلمة التحدي في الإنتاج، عشان تنجح لازم يكون عندك إرادة وعندك علم وتطبقه. الاستزراع السمكي مهم جدا في هذه المرحلة، والمشاريع اللي الدولة قدمتها وعلى سبيل المثال بركة غليون اللي الناس بتقول عليها بركة غليون هو مشروع مهم جدا. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الاستزراع السمكي لازم نحط في عينينا إن إحنا بنوفر البروتين الأرخص سعرا للمواطن المصري، وفي نفس الوقت إذا
قدرنا نضاعف من الإنتاج هنقدر نصدر وهنقدر ندعم الاقتصاد المصري بصورة مباشرة. لسه أمامنا ملفات كتيرة هنناقشها إن شاء الله في برنامج الثروة الحيوانية. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.